كنت أخدم في المرمى أول ما جيت لتونس، أنا بحكم معناها الأمور تعبة وكذا. واحد زوالية، نخدم في الدبابس في البربشة، نلقط في قوت ولادي. نخدم في البربشة دي، نلقط بلاستيك، كولباش، دبابس، بيدون، قجوات، ألمنيوم، خردة بصفة عامة. البرباش ضعيف برشا لقصة درجة. نحبوا نعملوا جمعية للبرباشة باش نحسوهم، باش يعملوا نقاط تحسيس للفرز، للنفايات، البلاستيك والأمنيوم والحاجة الصلبة نستعملوا فيها. الاتفاق عاوننا معناها مدلين يد المساعدة بين البلدية وجمعية طنجة وجمعية جي زيد هذيا، دخلت لينا مع البلدية مع كذا مع عند واحد خذينا معناها عطونا قرض يساعدونا بيه. مثل لي إعانة كبيرة، وليت نلبس مليح، وليت أعطوني اللبسة ديك تاع البرباشة نخدم فيها بالصباط بالكسوة، ودقون الزرارق معناها دايما يفرحوا بينا في كل الحالات. ونشكر إندا اللي عاونتني في القرض اللي حليت به مشاكلي كل، وشريت الكروسة، تبدلت برشا حاجات في الجمعية، وليت خير، ونقري في صغيراتي ونكسي فيهم ونوكل فيهم ونشرب فيهم والحمد لله. وغلب هالدهر الكذاب نحلف بالليالي الكنا. من كان واحد على ايده تو ولا يمشي موتور معناه يتنقل وين يحب. أنا وتمكنت معناها استخفيت بالموتور وبرويته، معناها وليت كنت ندخل في حاجة ولت حاجتي. أنا على حب الشمس والريح والسحاب. ردوا البربش قوي شوي، معناها بدا البربش يحس في أسرع يجيب وفي كل شيء نشاط انتهى أسرع. لا لا من صعبك عليا. إن شاء الله في المستقبل تحسن مجمع كبير لجمعياتنا بإذن الله. عاونتنا جمعية البرباشة هذه وعاونتنا أندا، هذيك أكثر حاجة اللي عاونتنا. فرحانة أنا فرحانة بكل شيء. نتمنى حاجات خير من هكا، ونتمنى أنت زيد تتقوى إن شاء الله، وتعاون كل إنسان يعني في أي حاجة. فخور أني نظف في بلادي، معناها نظف في دولتنا.